مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا تعابير الوجوه والوضعيات المتنوعة للأشخاص، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. ليس من المعروف من رسم هذه اللوحة، بل أنه بورتري لجان الثاني ملك فرنسا، وتم رسمه حوالي في السنة 1360. في البداية الأولى لرسم البورتري في التاريخ، أغلبية البورتريهات كانت وجوه الملك. بهذه الطريقة للوهلة الأولى يبدو كأنه شخص عادي، ولكن سمعت أن الأحرف المكتوبة فوق الوجه تعني جان ملك فرنسا. هل نرى هذه المرة كيف يختلف الإحساس حسب الوضعية؟ هذه اللوحة عبارة عن تشارلز الأول ملك إنجلترا الذي رسمه أنطوني فان ديك. قد رسم هذه اللوحة بشكل متشابه جدا مع وجه الملك الحقيقي، ورسم الشخصية نفسها بثلاث وضعيات هكذا، تعطي إحساسا عجيبا كأن هناك ثلاث توائم مجتمعون معا. وهذه اللوحة بورتري رسمه الرسام الإيطالي رافائيل. إن ألوانه بسيطة، ولكن أشعر بشدة عمقها الداخلي، والشخصية المرسومة تبدو أنها لطيفة وأنيقة، وفي نفس الوقت تعطي إحساسا حميميا أيضا. وهذه اللوحة بورتري رسمه توماس إنكز، والشخصية المرسومة في اللوحة كانت صديقة للرسام وتلميذته أيضا. وضعيتها مختلفة عن وضعيات اللوحات السابقة، حيث أنها وضعت رأسها على يدها وتحدق في مكان ما. نظرا للوضعية وتعبير الوجه، أرى كأنها تشعر بالاكتئاب. يا ترى في أي تفكير غارقة؟ وهذه اللوحة مشهورة للغاية، إنها موناليزا لليوناردو دافنشي. تعابير وجه الشخصية المرسومة تعطي إحساسا مختلفا عن اللوحات الأخرى لسبب ما، أليس كذلك؟ يبدو تعبير وجهها ناعما جدا، ربما بسبب عدم وضوح ظل زوايا الشفتين والعينين، وليس هناك حاجبان في وجهها، وسبب ذلك ما زال مجهولا، وربما لهذا أشعر بأنها أكثر غموضا. هل تشعرون أنتم أيضا بالابتسامة الغامضة؟ وهذه اللوحة بورتري رسمه جان أوغست دومينيك أنجر، وبشكل عام اللون الأزرق البهيج يلفت نظري، ويبدو من وضعية الشخصية المرسومة أنها تفيض بالثقة، وأشعر بالأناقة من ابتسامتها الخفيفة، وخاصة الفستان الأزرق الحريري اللامع العتيق بشكل مبهر، ووصف طياط الفستان والإكسسوارات دقيق جدا لدرجة أنه يعطي إحساسا كأنها حقيقية. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ قد وجدت صورة ممتعة لزوجي من الألبوم، وأرى أن خلفيتها جميلة، ويعجبني وضعيته وتعبير وجهه أيضا. فكروا يا أصدقائي من حقا تريدون رسمه وأرسموه. من الجيد أن تبحثوا عنه من ألبوم أو تصوروا صورة جديدة وترسموه. إذن فلنبدأ من الآن. نعم، قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقا. هيا نلونه مباشرة. سوف نلون كل شيء غير الخلفية بأقلام التلوين بشكل دقيق.
لقد انتهيت من التلوين بأقلام التلوين، وبعد ذلك نلون الخلفية بالألوان المائية. وآخر مرحلة هي وضع اللمسات الأخيرة في عملية التلوين بأقلام التلوين مرة أخرى. رسمت بالقلم الخطاط بشكل غامق لأن الرسم لم يكن واضحاً. نعم، قد أكملت كل شيء. أنتم أيضاً يا أصدقائي، التقطوا تعابير وجوه من حولكم ووضعياتهم الممتعة وأرسموها. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.